سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا، ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا. فالله غايتنا ونحب ما يرضى، لله من يرجو مولاه في مسعى. فالله غايتنا ونحب ما يرضى، لله من يرجو مولاه في مسعى. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، بعد أن أوضح لنا شيخنا وفقه الله حكم السحر والساحر، فإنه لم يخفى على الجميع حكم الله ورسوله في السحر والتعامل مع السحرة. فالسحر أيها الأحباب هو عبارة عن عقد ورقى، كما أوضحه فضيلة الشيخ، عبارة عن عقد يعقدها الساحر، عقد يعقدها الساحر ثم ينفث فيها بريقه النجس الخبيث، مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن جل جلاله. وقد يعقد عقدا أخرى بطلاسم يكتبها، ثم يعقد هذه العقد ثم ينفث فيها مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن جل جلاله. هو عبارة عن عقد ورقى، وأحيانا قد يتمتم بأشياء غريبة، قد يتمتم باستغاثة بالشيطان في آنية معينة يحلها ويكتبها بأشياء من دم النجاسات، أو بأشياء تكتب ثم يحلها في آنية أمثال هذه الآنية التي ضبطت مع كثير من السحرة، ثم يضعها في أشياء تسقى أو تشرب أو تطعم. والسحر أيها الأحباب قد يكتب بأشياء قد يكتبها، فيأمر الساحر أن يدفنها أو أن يرميها في البحر أو أن يضعها في قبر أو أن يضعها في مكان أو يرميها في بيت الرجل الذي يراد سحره. جماع ذلك كله هو اتفاق بين الساحر والشيطان، لا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا باتفاق بين الساحر والشيطان. وأحياناً قد يتم السحر للساحر فيرى الرجل زوجته بشكل قبيح، أو يرى منها ما لا يسره، أو يشم منها رائحة نتنة، أو يراها بشكل مفزع. كل هذا جماعه هو اتفاق بين الساحر والشيطان، منه ما يبخر ومنه ما يسقى ومنه ما يكتب ومنه ما يدفن. ولذلك أيها الأحباب ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: هو مركب من تأثير الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية. فالساحر أيها الأحباب كافر محارب لله ولرسوله. فالله جل وعلا يقول كما ذكر تلا الآية شيخنا يحفظه الله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية. فدلت هذه الآية على أن السحر كفر، وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، كما دلت على أن الذين يتعلمون السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأن من يتعلم السحر ليس له عند الله من خلاق. فالسحر لا يفعله ولا يتعلمه ولا يعتقد به إلا من خلا قلبه من الإيمان واستهوته الشياطين. فالسحر مصدر خطر على المجتمع، فهو آفة الآفات. فكم من مجتمع انهد بناؤه، وكم من عزيز أذله، وكم من شريف وضعه، وكم من لئيم رفعه ومكن له، كل ذلك بإذن الله وقدرته. فالله جل وعلا يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحرة أيها الأحباب معول هدم في المجتمع، يهدمون عقائد المسلمين بسحرهم وطلاسمهم، فقد دمروا البيوت الآمنة وشتتوا الأسر مقابل دريهمات يتقاضونها من ضعفاء النفوس الأشرار الذين يحقدون على المسلمين ويتشفون برؤيتهم وهم يعانون من آثار السحر. ف
فالسحر لا يتم للساحر أيها الأحباب إلا بعبادة الشيطان والتزلف إليه بالشرك والذنوب والمعاصي، فهناك رابط بين الساحر والشيطان، فهم الشيطان الأكبر هو صرف العباد عن عبادة الله جل وعلا الذي يجلب لهم النار وغضب الجبار، والشيطان ينوع طرق الإضلال للعبد كما ذكر فضيلته يحفظه الله. فقد يأتيه من باب الشرك، فإذا عجز عنه جاءه من باب البدعة ثم الكبيرة ثم الصغيرة، حتى يوقعه في أمور ثم يوقعه فيما لا تحمد عقباه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ لكن في التحريش بينهم، أقل شيء أن يحرش بين أولئك القوم. ولذلك أيها الأحباب، يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حال أولئك السحرة مصورا حالهم، لأن شيخ الإسلام رحمه الله ذاك الرجل الذي والله الذي لا إله غيره ما ضبط إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية من القضايا إلا شيخ الإسلام رحمه الله قد احتسب عليها. ولذلك يصف حالهم، لأن شيخ الإسلام جمع بين العلم الشرعي ثم أنزله على أرض الاحتساب فاحتسب بيده يرحمه الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام واصفا حال أولئك السحرة، فيذكر أنهم لا يتطهرون ولا يتوضؤون، يكون الواحد منهم ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب يأوي إلى الحمامات والقرائم والمقابر والزبائن، رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية. تأملت كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنا أعرف أن ما من قضية ضبطت إلا وشيخ الإسلام رحمه الله قد احتسب على مثل هذه القضايا، فلم أستطع أن أتصور كيف ينام هذا الساحر بين الزبائن. هل ينام في برميل الزبالة في الشارع؟ هل يأتي إلى مكان المحارق فينام فيها؟ وسأورد لكم موقفاً وقفت عليه بنفسي. جاءت إخبارية أهل حي من أحياء مدينة الرياض، قدموا برقية لأمير الرياض يحفظه الله بأنه يوجد قصر أو بيت مهجور تخرج منه أصوات غريبة، وأنه أرعب أهل الحي، وأن هذا القصر أو هذا البيت المهجور دخلنا إليه يقول فرأينا بعض الكتابات والطلاسم الغريبة الموجودة على بعض الجدران، وإنا نرغب اتخاذ الإجراءات اللازمة. فجاءت برقية عاجلة من أمير الرياض يحفظه الله وإياكم بأنه حال ورود برقية هذه التوجه إلى هذا البيت المهجور واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ثم إفادتي بذلك عاجلا. فتوجهت أنا وبعض إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ذلك البيت المهجور، فدخلنا في البيت وإذا البيت مظلم، فأنرت بالكشاف البطارية فأشعلت الضوء على الجدار فرأيت طلاسم قد كتبت على الجدار، فرأيت في نهاية ذلك الطلسم مسمارا قد ضرب، ثم في نهاية ذلك المسمار قد ربطت عقد بنفس الطريقة هذه، في نهاية المسمار ربطت عقد بهذه الطريقة، ثم في نهاية العقد ربطت أجلكم الله حفاظة نسائية مستعملة قد ربط فيها ملابس داخلية لرجل وامرأة. ثم لم يكتف الخبيث، في نهاية ذلك الطلسم وتلك العقد رسم صورة امرأة عارية أجلكم الله. ثم قلت لإخواني من رجال الهيئة فلنخرج من هذا المكان نخشى أن يسقط علينا السقف. ثم أضعت بالكشاف، نورت بالكشاف، وإذا في نهاية ذلك الجدار خرق قد خرق، عقد في ذلك الجدار بعقد شديدة عبارة عن سلاسل معقودة، ثم ضرب في نهاية السلاسل بأقفال ضرب عليها. فقلت لعل هذا العمل لشخص مسحور، لعل الله جل وعلا ساقكم إليه ليفك سحره. حاولنا فك لم نستطع. ثم توجهت إلى الغرفة فرأيت في الغرفة عجبا، رأيت زبائن يا أخوان قد جلبت من الخارج، من الخارج جلبت، ثم بارتفاع مترين ونص في وسطها نص متر، فأمرت بالكشاف
فرأيت موقفا والله ما رأيت في حياتي أبشع من ذلك الموقف. أنا لم أرى في حياتي الجن أبدا، إنما أسمع كما تسمعون، الجن عينه واقفة، الجن شكله كذا، الجن له قرون كما تسمعون. فأنرت بالكشاف فرأيت جسدا عاريا، ثم رأيت جسدا عاريا قد أسدل شعره على وجهه، ثم أنرت بالكشاف فقلت لإخوانكم من رجال الهيئة، وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لهم لقد صح الخبر عن سيد البشر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل من مكانه هذا. فقولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن كان إنسيا فإن الله جل وعلا سيعين عليه، وإن كان جنيا فإن الجن لا تستطيع أن تصمد أو تقف عند ذكر الرحمن جل جلاله. فأنرت بالكشاف وإذا بالجسد يتحرك أيها الأخوان، فضحكت، فقال لي أحد الأخوان: أنت هذا وقت وقت تضحك فيه؟ قلت: نعم أضحك يا أخي، لأنني تذكرت كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إنا لنراهم تحملهم الشياطين في الهواء، فإذا قلنا لا إله إلا الله وقرأنا شيئا من القرآن فلتتهم الشياطين. فقلت: أنا إن شاء الله سأقبض عليه بإذن الله، لكن إن طارت بالشياطين فلا تكثروا من القراءة، فإني أخشى أن أرمى في الشارع تعسني السيارات. فقال لي أحد الإخوان: أنت تهزأ؟ فأنرت بالكشاف أيها الإخوان وإذا الجسد يتحرك، فقلت له فحدثته، فإذا بهو بساحر قد بات عاري الجسد في داخل تلك الزبائل. فسألته: من الذي يأمرك بهذا؟ قال: إن الجن تأمرني أن أبات في داخل تلك الزبائل وأن أكتب تلك الطلاسم مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن جل جلاله حتى يتم لي ما أريد. أيها الأحباب، لعل حديثنا اليوم أن نتحدث عن مجموعة من أولئك السحرة، منهم من يدخل في السحر عن طريق العبادات والزهادات، ومنهم من يدخل عن طريق السحر والعبادة، وتفصيل هذا الأمر قد يطول كثير جدا جدا، لأن الحديث أيها الأحباب في السحر وفي الجن بحر لا ساحل له. لكننا لعلنا نتحدث عن صنف من أولئك السحرة الذين يخرجون للناس بظاهر الصلاح والاستقامة، يخرجون للناس على أنهم هم الأولياء وهم الصالحين وهم الذين بيدهم سر الغيب وهم الذين يدبرون الكون وهم الذين يذكرون الله كثيرا، وإن عندهم من العلم اللدني وإن عندهم من علم لا يعلمه كثير من البشر، ويخرج للناس بظاهر الصلاح والاستقامة يحمل في يده سبحا طويلة ليخادع بها بعض ضعاف العقول على أنه من الصالحين الأتقياء. إذا تعقدت عسى الله يفتح لنا ولكم. يخرج للناس أيها الأحباب بظاهر الصلاح والاستقامة، إذا رآه ما شاء الله الرجل مع سبحة 30 وهذا مع آلاف يبدأ يسبح فيها، ها؟ هذا وانشجل بالشياطين بس. وإذا يخرج للناس بظاهر الصلاح والاستقامة أيها الأحباب، وأنا أريد أن أعرض لكم بعض من أولئك السحرة الذين خرجوا للناس بظاهر الصلاح والاستقامة، لكن في حقيقة أمرهم لما خلوا بمحارم الله انتهكوها، لما خلوا في خلواتهم عبدوا إلههم الحقيقي. هؤلاء أيها الأخوان، حديثنا اليوم ليس حديث من قرأ أو سمع، إنما حديث من وفقه الله جل وعلا وأكرمه بولاة أمر أعانوه على القضاء على أولئك السحرة والكهان، فقبضت بفضل من الرحمن جل جلاله على أولئك السحرة، ورأيت بعيني عجبا من الكفر الذين هم يخرجون للناس بظاهر الصلاح والاستقامة. هؤلاء أيها الأحباب مجموعة من السحرة قبض ألقي القبض عليهم من فضل الله جل وعلا، إلا أن أولئك السحرة ظهروا للناس بظاهر الصلاح والاستقامة،
يعلق في عنقه بعض الذبائح التي ذبحها لغير الله جل وعلا، مستغيثا بالشيطان مرضيا له كافرا بالرحمن. ترون الآن بين يديه أيها الإخوان بعض القرابين التي يتقرب بها إلى الشيطان، وقد علق في عنقه بعض الذبائح التي ذبحها لغير الله جل وعلا. هذا الساحر الآخر ألقي القبض عليه بعد أن اتفق معه على أن يعني بعد أن عمل عملا لأسرة ليشتت تلك الأسرة ب700,000 ريال. الآن ترون بين يديه يا أخوان الصنم الذي يعبده من دون الرحمن جل جلاله، وتنظرون أنتم أيها الإخوان المصحف بين يديه خلفه. فهو الآن يا أخوان بين يديه ذاك الصنم الذي يعطره ويطيبه وهو إلهه. الآن هو يخرج يتقرب إلى بعض القرابين، بعض الصخور التي يتقرب فيها لإلهه. لا يشترط أن يعبد الشيطان فقط، بل لا بد أن يتقرب للشيطان، يتقرب إلى صنم، يتقرب إلى حجر، يتقرب إلى إله يعبده من دون الرحمن جل جلاله. أيها الأحباب، هذه أحوالهم. يكتبون للناس الطلاسم الحجب على أنها مانعة دافعة حجاب تميمة، وهي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. هذه التمائم بذكها وجد بداخلها بعض الاستغاثة بالجن والشياطين، طلاسم ورموز، وأحيانا يعمل مثل بعض هذه الأعمال اللي ترونها. هذه أقفال عملها الساحر الخبيث هذا لتفريق أسرة بأكملها، لكن التفريق له طريقة، ما يريد أن يصرفهم عن بعضهم، إنما يريد أن يفرق بينهم في أوقات الأفراح حتى يفسد حالهم وأوقاتهم. وقت العيد يصك عليهم بالقفر، إذا انتهى العيد فتح عليهم. أما هذا العمل فقد ضرب عليه بالأقفال الحديدية حتى لا يمكن فكه، إذا دفن في الأرض حتى لا يمكن أن يتحلل مع الوقت أو مع الرطوبة أو مع العوامل الطبيعية. هذا الأعمال يا أخواني هي عبارة عن بعض الأعمال التي ضبطت في أحد قصور الأفراح. كفيرات امرأة عملت عمل يوم زواجها، فأخذ من هذه الكفيرة العاملة تعمل مبلغ 100 ريال أو 200 ريال. هذا الشعر ترونه الآن للأسرة، لأهل العريس وأهل المعرس، جمعت الأعمال كلها الشعر، ثم عمل هذا العمل اللي ترونه، كلف 700,000 ريال لأجل أن تفرق بين الأسرة بأكملها. الأسرة بأكملها ب700,000 ريال شتت أهل العريس وأهل العروسة كلهم بأكملهم، ولا تم زواج ولا تم حفل ولم يتم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة. ولذلك أوصي أخواتي اللاتي يذهبن إلى مثل هذه الأماكن بالمحافظة على مثل هذه الأشياء، المحافظة على شعرهم، المحافظة على الحجاب، المحافظة على كثير من الأمور التي قد تستغل في أمور السحرة أعاذنا الله وإياكم. هذا السحر الآن يا إخوان هو عبارة عن عمل عمل لهذه الأسرة بأكملها بفضل من الله جل وعلا. ألقي القبض على الساحر وألقي القبض على هذا العمل، هو بارتفاع الآن أمتار كثيرة كما ترونه، ملئ بالطلاسم والرموز والكتابات والاستغاثات المحرمة. ولما كان السحر ملة واحدة، وكنا نظن أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمين وهم في حقيقة الأمر كفار سحرة مجرمين، أنهم على حال يأخذونها من خلال مذاهبهم وعقائدهم وطرائقهم البدعية، وجدنا إخواني أن السحر ملة واحدة كما في هذا العرض الذي ترون. فهذا ساحر نصراني، وهذا الساحر النصراني أخبرنا بعد أن أسلم وتاب إلى الله عز وجل، وما أقل ما يكون ذلك، عن طريقة تعلمه للسحر، وهو يذكر لنا كيف يتعلم. يجلس هكذا، أرأيتم الغار الكهف تماما كما يصف من يزعم أنه من المسلمين وأنه في حال خلوة مع الله، في دائرة اختطها بالحصى الأبيض، ولعلكم تلاحظون المثلث أمامه، وانظروا إلى أنامله وأصابعه كيف أنه يذكر ويجتهد بالذكر.
تماما كما يزعمون أنهم يدخلون عن طريق الأذكار وذكر الاسم الأعظم الذي لا يعلمه إلا هم. هذا المثلث وهذه الشموع عبارة عن قرابين يتعبد فيها للشياطين في ليله وفي نهاره. هو في هذا المكان لا يخرج من الدائرة أبدا، وعليه من التهديد الشديد، لو أنه خرج من دائرته هذه لفعلت به الشياطين ولفعلت، فيمتلئ قلبه من خوف عظيم، هو خوف السر من الجن، فلا يزال خائفا منهم راجيا لما عندهم مدة طويلة. ثم بعد ذلك ينال وسام الجريمة ويكون بموجب العقد ساحرا، فيكون من التنسيق بينه وبين الجن أنه يعطى أدنى حدود ومراتب السحر، فإن استمريت في الكفر أكثر وفي المكث الطويل وأنت على هذه الحال البئيسة يترقى في مراقي السحر ليكون بعد ذلك أكبر وأكبر وأكبر. وكما أنها ظلمات بعضها فوق بعض، فإنهم سحرة فجرة، بعضهم أظلم من بعض وأفجر من بعض. العجيب أن هذا الساحر وهو كاثوليكي يعمل نفس الطريقة التي يعملها من يزعمون أنهم من المسلمين أو من متصوفة المسلمين، نفس الطريقة تماما، وهو كما تلاحظون من أرض الفلبين، يعمل السحر نفسه الذي يعمله السحرة في جزيرة العرب وفي أفريقيا وفي أوروبا، فالسحر والكفر ملة واحدة. هذا ساحر يخبرنا كيف يعمل السحر في غرفته التي ملئت رائحة ونتنا، وهذا الذي معنا هنا هو حبره الذي يكتب به السحر، عبارة عن أطعمة ودماء وشيء من الطعام الذي أحرقه ثم أذابه، هذا المداد أي الحبر. أرأيتم هذه الطلاسم من وراء الشيخ قد وضعت على الجدار، ونحن في مكانه وفي غرفته أقول امتلأت بروائح أبخرة وروائح تنبعث من جسده. أرأيتم هذا البخور وهذه أخشاب تحبها الجن يشعلونها ثم يبخرون بها المكان. أما النصارى فيكتفون بالشموع ذات الألوان المختلفة المتباينة والأحجام الضخمة والصغيرة والقصيرة. أمرناه أن يكتب فكتب لنا هذا الذي ترون، هي حروف عربية لكنها كأنها غير مقصودة وغير معروفة. هذه هو يعلم ونحن نعلم ما معناها، كل حرف له معنى وله فحوى وله مقصد في حقيقة أمره، تعظيم لملك من ملوك الجن ولقبيلته، وإهانة لاسم من أسماء الله عز وجل، كما ستلاحظون في مزيد بيان في بعض الأوراق الأخرى سيكتبها الآن أيضا، وأخرى وجدت مكتوبة عنده. أرأيتم هنا هذا المربع الثماني قد كتب في السطر الأول حروف مشتتة، منعناه من إكمالها لأنه إخواني لو أكملها لكتب شتما ولعنا للعظيم جل وعلا، منعناه من إكمالها، واو وهاء وميم وميم أخرى، هاء وميم أخرى، لو أتمها لكان شاتما لله منتقصا للذات العلية معظما للشياطين، منعناه من إكمالها. هذا حسب إملاء الشياطين يعلقه على البوابة، وآخر يضعه تحت الوسادة، وآخر ربما يشربه وربما يأكله وربما ينفخه وربما يبلعه وربما هو يفعل ما تأمره الشياطين، وهم ينوعون الطلبات لكي تتنوع منه عبادته لهم وتنفيذه لأوامرهم تنفيذا مطلقا مجردا. هذا سحر شنيع. هذا السحر إخواني كتبه رجل لأخته وأضر بها ضررا لا يعلم به إلا الله. هذا السحر الذي بيده وهو يطويه ويثنيه الآن يبين لنا كيف طريقة ثنيه وطيه، وهي طريقة تكاد أن تتفق عليها السحرة في أفريقيا كلها. أما سحرة آسيا فإن لهم طرق أخرى تختلف أيضا، لكنها كلها ما هي إلا لم وجمع لهذه الورقة. في حقيقة هذه الورقة وهذه الكتابات وهذه الطلاسم وهذا الشرك ليست إلا عقد مؤقت بين الساحر وبين الشيطان لتنفيذ أوامر الساحر، فالشيطان يلبيها. بعد أن كتبها وضع هذا الخيط عليها لتعليقها، هذا النوع للتعليق، وهناك نوع آخر للدفن، مثل
ما سيقوم به الآن، وقد أخذ معه سحر ليدفنه، يمشي وهو لا يدري أين يمشي، لكن الشياطين تأمره وتوجهه، ذهب إلى مكان في طرف البلد ووجد كأنه جحر. هذا الذي كأنه جحر في حقيقة الأمر بئر. وأن أرجو أن تتذكروا معي كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم؟ ها هو ذا السحر بيده، هذا السحر قد لف بخيوط كثيرة جدا، مع كل لفة عقد ونف بريقه واستغاثة وعزيمة باسم أحد الجن، يضعه في هذا المغلف البلاستيكي، ثم يحكم عليه اللف لكي لا تصل إليه إذا نزلت الأمطار الرطوبة والمياه، ثم يتآكل العقد فيبطل السحر، لا يزال يبرمه ويحكمه. أما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الساحر هو لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله واليهود من وراه، ثم وضع السحر في مشط ومشاطة، أخذ شعر النبي ومشطه صلى الله عليه وسلم وجعلها في طلعة جف ذكر في فحال النخل، ثم وضعه في بئر ذي إروان في المدينة، وجعله تحت رغوفة أي تحت صخرة في البئر. هنا دخل الساحر ونحن من ورائه ننظر إلى أين دخل، وذهب في مكان يعرفه في هذا البئر، ثم قلب في جانباته واختار زاوية من زوايا البئر وبحث عن صخرة يرفعها، فوجد حجرة، يا لله، تذكروا رغوفة بئر ذي إروان، هناك وضع السحر، ثم أعاد عليه الحجر في يده، أرأيتم؟ ها هو ذا. ثم بعد ذلك أخذ من التراب ثم نثره ورشه في الأرض لكي يخفي المعالم، لكن الله عالم، والله عز وجل يرى ويعلم سره ونجواه. بعد أن أخفى المعالم، أرأيتم؟ هو الآن انتهى من عمله الآدمي الإنسي الإبليسي، حينما أبرم العقد ووضعه حيث أمر الطرف الآخر. الآن من هنا يبدأ الشيطان بدوره في الإضرار بالأبدان، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يخرج بثوبه الأبيض النقي وبظهر الصلاح، لكن بقلب أسود عفن نتن، أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه لعنه الله وأخزاه. وهنا أيها الإخوة، إخوانكم من رجال الهيئة، أهل المجتمع، من العسكر ومن رجال الهيئة ومن المعلمين، من الراعي والرعية، السائل والمسؤول، الكبير والصغير، كلنا حراس لديننا وحماة لعقيدتنا. جاء خبر في هذه المقبرة المهجورة، هذه بوابة مقبرة مهجورة من سنوات ما دفن فيها ميت، جاء الخبر أن فيها سحر موجود في أحد القبور المهدومة، فذهب إخوانكم من رجال الهيئة ومن رجال الشرط في حر الرياض الذي تعرفون، والشمس في كبد السماء وظل الرجل بين قدميه، وها هم ذا يحفرون وهم متعبون جدا والحر شديد، والمصلحة من وراء ذلك معدومة، إلا من واسع فضل الله كادوا أن ييأسوا، ولكن الله عز وجل يسر لهم. هنا أشار من بلغ عن السحر بعد أن تاب إلى الله وأناب، وإخوانكم يحفرون، أتلاحظون؟ كادوا أن يئسوا لكن الله أظهر لهم علامة كانت عبارة عن خيشة بلاستيكية قد تآكلت، أرأيتم؟ تلك هي التي وجدها الشيخ، ثم بعد ذلك وجدوا السحر، وهو عبارة عن لفافة بيضاء كأنها كفن الموتى وضع في جوفها السحر، وهذا هو البلاستيك، الخيشة البلاستيكية التي لف بها السحر، تآكلت ولم يبق إلا السحر يحميه الشيطان، لا حماه الله. إخوانكم الآن يقومون كما تلاحظون، إخواني أحبتي، في فك السحر وحله، ولا بد لمن يفك السحر أن يكون شجاعا بالله، إذ هؤلاء الشياطين بالشياطين، أما نحن فبرب العالمين، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لكن لا بد له أيضا مع شجاعته أن يكون قد أتى بالأذكار الواقية الصباحية والمسائية الواردة عن خير البرية صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون قد صلى الفجر في جماعة ليدخل في ذمة أرحم الراحمين، فإنه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وهو هنا يفك السحر، لا بد من أثناء فكه إخواني من النفث، لأنه يجد أحيانا عقد فيقرأ الفلق وينفث مع كل آية، قل هو الله أحد، وينفث
مع كل آية، قل أعوذ برب الناس، وينفث مع كل آية، بعد أن أزالوا العقد الخارجية التي جعلت حماية لما يحمى به السحر، وجدوا السحر عبارة عن هذا الجلد الحيواني الذي جعل طويلا ممتدا كأنه صوت. أرأيتم هذا الجلد في داخله السحر؟ والحمد لله موصول، والصلاة والسلام على الرسول كما نقول أفضل مما نقول. هذا كما تلاحظون إخواني السحر وهو يحل شيئا فشيئا. هذا أول ما وجد هو عبارة عن عصا طويلة أحكمت وأبرمت وخيطت من جلد بقري، ووجد في أول انتفاخاته وانتؤاته هذا السحر الذي تلاحظون عبارة عن عقد، ولعلكم تلاحظون الدوائر كتلك التي جلس فيها السحر وهو يصف لنا، أما هذه الكتابات التي ملئت فما هي إلا السحر قاتل الله السحرة، وهذه المربعات التي أشرنا إليها وفيها الأرقام وفي زواياها إشارات لمن هم معظمون ويستغاث بهم من الجن. وهناك يواصل إخوانكم فك السحر وإزالة العقد، ولا بد من إزالته كما ذكرنا من النفث. وأنا أتذكر وإخوانكم يمزقون السحر ويتلفونه في محله، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة إلى مكة وعند الكعبة 630 صنم يشير إليها بقضيب بيده ويقول صلى الله عليه وسلم: وقل جاء الحق وزهق الباطل. فكلما أشار إلى صنم سقط. والله إن من السحر ما يستغلق فلا نستطيع فكه إلا ونحن نذكر الله عز وجل ونتلو هذه الآية ونقرأ الفلق والناس، ثم يصبح بعد ذلك شيئا لا شيء يذكر فيفك بأسهل ما يكون. وتلاحظون إخواني هذه المادة الصفراء التي بطنت في هذا الجلد عبارة عن شيء من أثر المسحور، وقد ربطت وعقدت فهي تفك كما تلاحظون الآن. هذه العقد تفك شيئا فشيئا، فكلما فكت عقدة والحمد لله يبرأ المسحور شيئا فشيئا، كاد أن ينتهي مع نهايته. اكتشف إخوانكم أن في طرف السحر لا يزال هناك عقدة في آخره، ولا بد من فك جميع العقد بلا استثناء، لا يبقى منها شيء البتة. فهم ذا يفكون وينفثون يدفلون بعد أن يقرؤون حتى انتهى تماما، وبعد ذلك يجمع ثم يقرأ عليه آيات السحر، ثم بعد ذلك يوضع في إناء فيه ماء قد قرئ عليه، ثم بعد ذلك يحرق بالنار. وأبشركم أنه عندما فك في المقبرة هناك برئت المرأة وزوجها وعائلتهم المسحورة مباشرة حال فك السحر تماما، كما جاء في خبره صلى الله عليه وسلم أن السحر بطل مرة واحدة فنشط كأنما نشط من عقال صلى الله عليه وسلم. ومواصلة إخواني في جعبتنا من العروض الشيء الكثير، وإليكم هذا العرض مع فضيلة الشيخ. بعد أن عرفنا من هو الساحر وما هي حقيقة هذا الساحر، نريد أن نرى شيئا من أعماله الخبيثة. من هو الساحر؟ نريد أن نعرف حقيقة هذا الساحر وكيف يعملون هذه الأعمال الخبيثة. هذا عمل يا أخوان وجد كما تشاهدون عبارة عن طاقية بداخلها بعض الأعمال السحرية. لأحد السحرة ألقي القبض عليه بفضل الله جل وعلا وأخرج سحرة. تنظرون أثار الدماء الموجودة الآن، وبداخلها أجلكم الله حفاظة نسائية مستخدمة، وضع بداخلها شيء من آيات القرآن، آية الكرسي والمعوذتين بداخل هذه الحفاظة النسائية. هؤلاء هم السحرة، مهما كان خرج للناس بظاهر الصلاح أو الاستقامة أو أنه يكتب أوراق أو حجب، السحر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة يا أخوان. لا يمكن أن يتم السحر للساحر بأي حال من الأحوال إلا بالتقرب إلى الشيطان. هذه صورة فقط بسيطة جدا من صور تعاون الشيطان الساحر مع الشيطان. هذه مجموعة من الأعمال يا أخوان، عمل لأسرة بأكملها، الأم والزوجة والطفلة التي لا تتجاوز عمرها 7 سنوات، والد الزوجة والزوج، كل شخص من هؤلاء الأشخاص وضع له عملا للإضرار به.
أما بالنسبة للإمرأة السحر الأول وهو الإمرأة كبيرة في السن تجاوز 65 سنة، من 60 إلى 65 سنة، ما تركت مستشفى حكومي ولا أهلي ولا طبيب من الأطباء، كشفت فلا تجد لنفسها علاجا أبدا، تجد كطعن الرماح في جسدها، آلام شديدة جدا مبرحة، لكن ما وجدت لهذه الآلام علاج عند جميع المستشفيات، لأنه الخبيث جاء أخذ جزءا من شعرها كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، فأخذ سحرها شعرها ثم عقده بعقد ثم ضرب عليه في داخل ذلك الكيس بالمخرز، فهي تجد أثر ذلك المخرز الإضرار في جسدها كما هو موجود في المخرز المخيط. هذا عبارة الآن عن شعرها. والسحر الآخر الثاني، هذا السحر للإمرأة العجوز اللي عمرها 65 سنة، تجد آثار الآلام كالطعن في الرماح في جسدها. السحر الثاني للزوجة المسكينة، هذه الزوجة المسكينة ما تستطيع أن تجلس في بيت الزوج أيضا بأي حال من الأحوال، يذهب بها إلى بيت أهلها، إذا جاءت إلى بيت الأهل ما تستطيع أن تبقى في الليل كله، لابد أن تبقى طول الليل من باب الإضرار لها في الشارع حتى إذا خرج الصباح أدخلوها في بيته. أما إذا ذهبوا بها إلى بيت زوجها فبمجرد أي قضية بسيطة جدا على طول تولي ولع البيت حريقة، مشكلة مشاكل في البيت وفراق وخصام وبلاء في داخل هذا البيت لا يعلمه إلا الجبار جل جلاله. هذا العمل أيضا الآن للزوجة، عمل له العمل ثم عقد عليه بعقد في داخل الكيس. السحر الثالث لهذه الطفلة البريئة التي لا يتجاوز عمرها 7 سنوات. هم يا أخواني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، انتزع من قلبهم الإيمان، انتزع من الخوف من الرحمن، انتزع من قلوبهم الرحمة والشفقة، ما في قلوبهم رحمة أبدا، همهم الأول والأخير أنهم يرضون هذا الشيطان بأي طريقة من الطرق. والشيطان أيها الأحباب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم أقل شيء يحرش بينهم، فكيف بالإضرار بينهم؟ الآن السحر اللي رأيته قبل قليل للطفلة العمر 7 سنوات، هذا العمل الموجود الآن ترونه الآن كتبت فيه آية الكرسي بدم الحيض، أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، هذه الآية كتبت بدماء الحيض، بس ما ترونها واضحة لأنها انحلت مع الرطوبة ومع الوقت أجلكم الله، مكتوب الآن بدماء الحيض أجلكم الله. ثم العمل الآخر للأب والزوج والأسرة كلها بأكملها، وضع بعض الأظافر، أخذ بعض الأظافر الآثار ثم عقد عليها وربط، وبفضل من الله جل وعلا ما أن فك السحر إلا وكأن الأسرة نشطت من عقال. اتصلنا عليهم بالهاتف الجوال من منطقة إلى منطقة، كانت المسافة بين المنطقة والمنطقة 1000 كيلو، فقالت المرأة كأنها لا تجد شيئا وكأنما الأسرة نشطت من عقال، برئت بفضل من الله جل وعلا. هذا عمل من الأعمال أيها الأحباب، هذا عمل من الأعمال. خلونا نشوف حقيقة الساحر أيضا، احنا أخذنا ما نستطيع أن نحضر كل أعمال السحرة وكل ما يحضرونها السحرة، لأن لو أردنا أن نعرض كل ما يعرضها السحرة لاحتجنا إلى وقت طويل جدا، احتجنا إلى بكرة مثل هذا الوقت لنشرح أعمالهم وأفعالهم الخبيثة، لكن انتقينا نماذج مثل كيف احتقارهم لكلام الله جل وعلا بالنجسات هنا بالحفائض النسائية كيف يفعلون. الآن نريد أن نشوف شيئا من أعمالهم الخبيثة، قبحهم، شرهم، خبثهم. هذا الآن يا أخوان هم لا يتورعون أن يعصون النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرون النبي صلى الله عليه وسلم بمعصية، يأمرون الناس بمعصيته كما ذكر فضيلة الشيخ الله يحفظه، يأتي الإنسان أول شيء من باب الكفر، فإذا عجز عن جاء من باب البدعة، ثم إذا جاء عن جاء من باب الصغيرة والكبيرة ثم الصغيرة، وكل شيء يكره الدين ويكره التوحيد ويحارب الإسلام يتقربون إليه ويحبونه. الآن أنتم ترون هذا العمل أيها الأحباب في داخل وزغ، داخل حرباء كما ترون. هذه الحرباء لها قصة، تجدون أنتم كثير أحيانا يحضرون الهدهد ثم يأتون به حي، يصيدون حي ثم يخنقونه حتى يموت من باب النكاية به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي عن قتل 4، كما ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن قتل 4، النحلة والنملة والهدهد، فهم يقتلون الهدهد معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الهدهد جاء مبغضا للشرك محبا للتوحيد قال جئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا الآن
يعدون كالوزق. لما دخل أحد الصحابة على أم المؤمنين رضي الله عنها ومع عندها حربة فقال لما هذه يرحمك الله؟ قالت الوزق أما عرفت أنه أما علمت أنه كان ينفخ النار على إبراهيم؟ فهذا الجنس هذا الصنف مبغض للتوحيد وأهله، ولذلك هم يقربونه تجدون بداخله حشوه ببعض الأشياء الكرابيل يتقربون بها إلى الشياطين، ثم وجد فيها طلاسم صغيرة استغاثات بأسماء بعض الشياطين مثل بدوح، واسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، من باب الاحتقار والامتهان لكلام الله جل وعلا. وضعوها في داخل هذه الحرباء ثم أجلكم الله، وضعوها ثم دفنوها بصون الحمير أجلكم الله تنظرون إليها، كله احتقار وامتهانا لأسماء الله وصفاته. هذا عمل من الأعمال. أخذنا نموذج الآن يا أخوان كيف يكتبون النجاسات بدماء الحيض، كيف يكتبون هذه النجاسات بدماء الحيض ويحتقرون كلام الرحمن جل وعلا، كيف خبثهم وخستهم لأجل أن يعملون هذه الأعمال بس بمجرد معصية الله ورسوله. أي شيء يقرب إلى معصية الله ورسوله يفعلونه. نأخذ نموذج آخر لجرأة هؤلاء وخبثهم وتجرؤهم وأنهم ما يرحمون وأن ليس في قلوبهم رأفة ولا رحمة. لو قدمنا شوية عشان يعني نستغل الوقت ما نطيع الإخوان. بس يا أخي هذه مجموعة الآن. الآن العمل الآخر يا أخوان، احنا أخذنا مجموعة نماذج، والله والله الذي لا إله غيره ورب الفلك لو أردت أن أحضر لكم أعمالهم الخبيثة لاحتجت يومين ثلاثة أيام أعرض لكم. هذا بيت مهجور، هم لا يعملون إلا في الظلام، لا يعملون إلا في الحمامات، لا يعملون إلا في المقابر، لا يعملون إلا في الزبائن، لا يعملون إلا بالنجسات، لا يعملون إلا في أماكن الخسة والخبث والدناءة. هذا مكان سحر في مكان مهجور، بيت كما شاهدتم مهجور. الآن نخرج السحر في هذا المكان. وضع السحر لامرأة مسكينة، هذه الامرأة المسكينة المظلومة، تشوفون السحر ملفوف يا إخواني بعبارة عن قصدير بداخل قطعة قماش ضربت بالدبابيس والمسامير من باب يعني الإيذاء والإضرار بهذه المرأة، ثم أخرج هذا العمل. هذا العمل يا إخوان أنا سأترككم تنظرون إليه، ولأجل تعرفون حقارة هذا الساحر، حقارة الساحر، خبث الساحر. الآن نفك السحر الآن كما تشاهدون أيها الأحباب. هذا العمل يا أخوان إيش تتوقعون يعني هذا العمل؟ هذا العمل أيها الأحباب هو عبارة عن مشيمة امرأة أجلكم الله أخذت بعد الولادة. هذه المرأة أخذت ثم عقد عليها لأجل أن تفرق بين المرأة وزوجها وبنتها، وبالفعل تفرقت الأسرة بأكملها. الآن كما تشاهدون هذا العمل الأول للزوج، العمل الثاني هذا للبنت، العمل الثالث هذا للزوجة. هذه خستهم وقبحهم وخبثهم ودناءتهم. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا، ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا. فالله غايتنا ونحب ما يرضى، لله من يرجو مولاه في مسعى. فالله غايتنا ونحب ما يرضى، لله من يرجو مولاه في مسعى. يا إخوتي سيروا في نوره وهدى، في نوره وهدى. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا، ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا. فالنور أجمعه في تلكم المشكاة،
والحب فواح كالمسك مزكى، فالنور أجمعه في تلكم المشكاة، والحب فواح كالمسك مزكى، نهديه إخوتنا أحبابنا في الله، أحبابنا في الله، سرنا 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 بعون الله، منهاجنا منهاجنا تقوى، سرنا 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 بعون الله، منهاجنا منهاجنا تقوى، ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا، ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا، من أنفس تنفو شوقا إلى لقيا، أواه يا طوبى ونعيمها أواه، من أنفس تهفو شوقا إلى لقيا، أواه يا طوبى ونعيمها أواه، وزيادة فيها